السلام ورحمة الله وبركاته. نحب نتعرف عليك. دكتور محمد دامس كناني، أمين سر تنسيقي الثورة السورية في مصر وعضو مجلس ثوار محافظة حما. شكرا. بحب أسألك عن تواجدك هنا في المؤتمر للذكرى الأولى لثورة سوريا الحبيبة. نحب توجه كلمة على شبكة يقين الأخباري. أولا نشكر إخواننا القائمين على شبكة يقين الأخباري من الإدارة ومن العاملين فيها لإعطائنا فرصة لنتحدث عن الثورة السورية المباركة. هذه الثورة التي انطلقت من 15 إلى 18/3 من قبل سنة، وضحى أهلنا في سوريا على أرض سوريا الحبيبة بدمائهم وما يزيد عن 10,000 شهيد والعديد من المعتقلين الذين لم نتمكن من الإحصائيات الدقيقة لهم. لا نستطيع أن نقول أكثر من أننا نتمنى على إخواننا الثوار أن يبقوا على العهد الذي مضوا عليه، إما أن يعيشون أحرارا على أرض سوريا أو أن يمضوا أحرارا في جنة الخلد عند كريم مقتدر. ونتمنى على إخواننا في المعارضة المتواجدين خارج سوريا أن يكون همهم الأول والأخير والوحيد هو الدعم والتأييد لجيشنا الحر الذي يقدم في كل يوم المزيد والعديد من الدماء التي ترتقي على أرض سوريا. حاب أسألك، شو بتوجه رسالة للنظام السوري الساقط هو فعليا ولكن على أرض الواقع، شو بتحب توجه رسالة للنظام؟ هذا النظام الإجرامي الذي لا يزال يستخدم كل آلات العنف، لي على معلم اليقين بأنه هو سقط من قلوبنا منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الثورة السورية المباركة، ولي على معلم اليقين بأنه لن يعد له إلا أن يكون ساقطا دبلوماسيا فقط، وإنما هو ساقط فعلا في قلوب الشعب السوري وفي قلوب الناس كلها. ونتمنى حقيقة بأن يوقف آلة الدم، ولأن حسابه سيأتي وأن حسابه عسير، وكلما زاد في قتل الدم سيكون الحساب أعسر من قبله. شكرا لك كثير. شكرا. المنسق العام تنسيقية الثورة السورية في مصر. منحب نسألك عن تواجدك هون في المؤتمر الصحفي بعيد الثورة السورية. اليوم مو عيد، واليوم نحن بنقول الذكرى الأولى، لكن هو نتمنى انه العيد حيكون عيد بعد تحرير. احنا هلا بنقول الذكرى السنوية الأولى، ان شاء الله بعد التحرير وبعد إعادة الحق لأصحابه حيكون إن شاء الله عيد. اليوم ذكرى السنوية الأولى لانتفاضة شعب، انتفاضة كرامة، انتفاضة حرية، انتفاضة شباب بالأول والأخير، انتفاضة الشعب السوري، انتفاضة شباب. اليوم الشباب عم يحيوا الذكرى السنوية الأولى وهن القائمين فيها، كتر خيرهم، جزء عم يقدموا، عم يحاولوا يقدموا جزء للوطن مثل ما عم يقدم الوطن وشباب الوطن دمه في الداخل. هن عم يعملوا جهدهم فعلا، مشكورين انه عم يعملوا جهدهم لشرح القضيه والدعوه الى تفعيل النشاطات اكثر واكثر. ارجو انه يكون اليوم تفعيل عمل يكون للداخل اولا واخيرا، لدعم سوريا، دعم شعبنا العربي، دعم جيشنا الحر. هذا هو المطلوب في البداية والنهاية. بحب أسألك، شو بتوجه رسالة لبشار الأسد قبل السقوط لإله؟ هو بشار الأسد سقط، أنا بعرف أنه سقط من 12 شهر، يعني بشار الأسد سقط من أول يوم ما حط إيده الأطفال على الحيطان، من أول حرف سقط بشار الأسد. فما عندي رسالة وجهها لواحد ساقط. معتز شقلب، أمين عام تيار الكرامة الوطني السوري. نحب نسألك عن تواجدك في هذا المؤتمر لذكرى الثورة السورية. طبعا اليوم 15/3 يكون قد مضى عام كامل على الثورة السورية. نحن اليوم نعيش مرارة عام كامل وحلاوة عام كامل. المرارة أننا قمعنا، أن شعبنا قتل، أن الناس في سوريا استشهدت. الحلاوة أننا كسرنا حاجز الخوف، كسرنا حاجز الصمت، كسرنا حواجز كثيرة انكسرت بثورة الكرامة السورية. سوريا كانت شيء وأصبحت شيء آخر بعد الثورة. اليوم نلتقي لنذكر بعضنا فقط أن الثورة بدأت مثل هذا اليوم لا أكثر ولا أقل. احتفالنا الكبير سيكون بعد إسقاط النظام إن شاء الله. تحية إلى من يقوم بهذا العمل الرائع، وتحية إلى أهلنا في سوريا الصامدون، المرابطون، المقاتلون، المجاهدون. تحية إلى هؤلاء الذين يعيشون تحت القصف، تحية إلى هؤلاء الذين يصبرون على القتل والتنكيل، تحية لهم، هم الذين يعطون القوة، من أجلهم نجتمع اليوم فقط لا غير،
من أجل الذين في الداخل وما زالوا في الداخل نقول سوريا ستنتصر. نحن في الخارج لا نملك إلا الدعاء لهم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصبر، أن يعينهم على تحمل ما يحصل في سوريا. من يكون في سوريا هو من يشعر بالثورة، نحن مجرد أرقام لا معنى لنا مقابل ما يقدمه هؤلاء الأبطال الذين في الداخل. فالثورة ستنتصر بهم هم وحدهم. الله وبركاته. نحب نتعرف عليك. محمود كلزية من حلب. نحب نسألك عن تواجدك بهذا المؤتمر الصحفي لذكرى الثورة السورية للمرة الأولى في نقابة الصحفيين. والله هي يعني إن شاء الله هي لذكرى الثورة السورية اللي صار لها سنة، والحمد لله رب العالمين أثبت جدارته فيها الشعب السوري الحمد لله على أكمل وجه، ومن أكبر التحديات ومن أوسخ الأنظمة بيتحدى فيها الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى كرمنا وعدينا السنة الحمد لله، وإن شاء الله منصورين والثورة مستمرة الحمد لله رب العالمين رغم كل المجازر اللي بيعملها بشار الأسد. بحب أسألك شو بتوجه رسالة لأخواتنا الصامتين في حلب وحمص وحما وإدلب؟ والله أنا بوجه أكثر شيء لحلب والشام، يعني هن أكبر الثقلين يعني بالنسبة للنظام السوري، وأنا من حلب، ويا ريت إنه يسمعوا الكلام إنه خلص النظام ساقط، والصاحب المصلحة راح يتحاسب بعدين إذا ما لحق حاله وطلع هلا راح يتحاسب بعدين مين كانوا يكون. والله أنا بحكي عن أبوي أول واحد، المفروض أول شيء إنه يطلعوا، لأنه إن ما كان دفاع عن الدين دفاع عن الشرف، ما كان دفاع عن الشرف دفاع عن الدم، ما كان دفاع عن الدم دفاع عن كل شيء، عن كل اسم الوطن، عن كل شيء باسم بيحيي فيها سوريا. شكرا لك استاذ محمود. السلام ورحمه الله وبركاته. نحب نتعرف على حضرتك. انا الدكتور محمد خير عبد الهادي، معارض سوري، دكتور في القانون العام من دمشق. تواجدك في نقابه الصحفيين لذكرى الثوره السوريه، شو بتحب تحكي لنا عن تواجد المؤتمر اليوم؟ نحن جينا نحتفل بذكرى انطلاق الثوره السوريه التي يعني تريد انهاء هذا البغي، هذا الطغيان، لتنعم سوريا بكل أطيافها بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية. نريد أن نقيم دولة تعددية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات، دولة مدنية لا فرق فيها بين عربي وكردي وأرمني وشركسي، بين مسلم ومسيحي، بين سني وشيعي، إسماعيلي ولا إمامي. نحن نريد سوريا لكل السوريين يتساوون فيها بالحقوق والحريات إن شاء الله. شو بتحب توجه رسالة للشعب السوري اللي عم يقاوم الصواريخ والدبابات والمدافع بهاي اللحظة ونحن متواجدين هون بالذكرى؟ أنا بقول لشعبنا الأبي، لشعبنا البطل، لشعبنا اللي يعني عم يقدم أرواحه ودماؤه رخيصة في سبيل الله، في سبيل نيل الحرية لهذا الوطن، نقول لهم اصمدوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن النصر قريب بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. نحب نتعرف عليك. أحمد سعدي من العراق، الشعب العراقي. تواجدك هنا في نقابة الصحفيين لذكرى الثورة السورية تضامنا معنا ولا بالقاهرة، وشو بتحب توجه رسالة للشعب السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نكون هنا إن شاء الله بين إخوتنا وأهلنا وأحبابنا السوريين لمشاركتهم في الاحتفال بالذكر لانطلاق الذكرى الأولى للثورة السورية المباركة التي تعني لنا الكثير وخصوصا نحن العراقيون، حيث أننا لاقينا ويعني تجرعنا نفسك من نفس الكأس الذي تجرع منه السوريون الآن من البطش والإذلال الذي تمارسه قوات الأمن وشبيحة النظام المجرم المدعوم من إيران. فنحن نتشارك في الهموم ونتشارك في المصير، وبالتالي فنحن من واجبنا كعراقيين أن نساند إخواننا السوريين كما سنقول. المؤتمر في نقابة الصحفي في القاهرة بيعبر عن إيش اليوم؟ بحب تحكي لنا عنه. في البداية اليوم أتت مجموعة من الشخصيات السياسية والشخصيات الدينية والفنية هنا إلى مؤتمر الصحفيين، نقابة الصحفيين بالقاهرة، للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب السوري. حقيقة هذا الملتقى يأتي في مناسبة وذكرى الانطلاقة الأولى للثورة السورية، هي انطلقت قبل عام من الآن. عام الشعب السوري يعيش فيه مآسي، عام الشعب السوري فيه يعيش
مزيج من الظروف الصعبة التي تحيط بهذا الشاب، يجب على العالم أجمع ويجب على جميع الشعوب العربية، إن تخاذلت الحكومات يجب على جميع الشعوب العربية أن تقف بصف هذا الشعب. الشعب اليوم، الشعب السوري شعب يتيم، شعب يعاني ويواجه دول بأفراده، يجب على العالم أن يتعاطف مع هذا الشعب. واليوم نحن نرحب بالشيخ فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، ونرحب بجميع الضيوف الذين شرفونا والذين تكبدوا عناء السفر وأعطونا من أوقاتهم وجهودهم ليكونوا معنا في هذا الملتقى وليعبروا لنا عن دعمهم وعن حبهم وعن تعاطفهم لهذا الشعب، الشعب المستضعف، هذا الشعب الذي يعاني يوميا من مئات عمليات القتل ومئات عمليات التعذيب ومئات عمليات الاعتقال التي تحصل. بدي منك انك توجه رسالة للشعب الصامت الان متواجد في 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 سوريا. انا اقول لهم نحن مهما قدمنا من ظروف ومهما قدمنا من جهود ومهما قدمنا من اموال فنحن نبقى مقصرين، يعني مهما قدمنا من جهود فهذه لا تساوي شيء امام ما يقدمونه من ارواحهم وامام الدماء التي تسير في الداخل. فنقول لهم نحن معكم وباذن الله ماضون ولن نخذلكم، وباذن الله سوف ترون معكم عندما تسمح الفرصه باذن الله ان شاء الله تعالى. بحب توجه رساله اخيره للنظام اللي المسيطر الان على بعض المدن، وبما انه تدعي تحكي لنا شوي عن الجيش الحر وشوي عن النظام الاسد. اخي الكريم، حاليا النظام بباله أو باعتقاده أنه فعلا هو يسيطر على الدولة من الداخل، ولكن أقول له لهذا النظام فلينظر إلى الربيع العربي كيف بدأ بالدول الأخرى، كيف بدأ بتونس وكيف بدأ بليبيا وكيف بدأ بمصر وكيف بدأ باليمن والحمد لله نجح، ولينظر إلى مصير القذافي الذي كان متجبر أكثر منه بكثير والذي كان ينظر إلى الشعب نظرة استخفاف ونظرة استحقار كيف أذله الله، لدعم أخواننا الثوار في سوريا ولنقل معاناة شعبنا العراقي إلى الثوار السوريين، ولأن السفاح الموجود في سوريا هو نفسه من ذبح العراق والشعب العراقي بالسكين باردة. جئنا مشاركين بفقرات بسيطة وبما أوتينا بكل من إمكانيات من أجل إعلاء كلمتنا كعراقيين مناهضين لهذا النظام الدكتاتوري الموجود في سوريا والذي قام بذبح العراقيين، وكذلك فضلا عن الشعب السوري قام بتضحيات من أجلنا نحن كعراقيين في ضمن سنوات الاحتلال. جئنا حاملين هذا الجميل لكي نوفي لسوريا وشعب سوريا حقها، وبإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للشعب السوري وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جئنا نشارك بهذه الفعالية وخير فعالية لأنها سميت بلن نركع إلا لله، وجئنا من أرض الكويت نصرة لإخواننا في سوريا، ونحن في الكويت ننصر إخواننا في سوريا بكل شيء، بكل ما نستطيع، بتظاهرات شعبية، بدعم إغاثي، بتحرك من قبل نواب مجلس الأمة الكويتي بتسليح الجيش الحر، وهذا واجبنا كشعب كويتي. وندعو إخواننا في مصر وفي كل الدول العربية والإسلامية بنصرة هذا الشعب السوري من هذا النظام المجرم الذي قتل أكثر من 11,000 شهيد على ما ذكر السيد هيثم المالح. فلذلك النصر قادم بإذن الله تعالى، فاصبروا يا ثوار سوريا واصبروا ورابطوا فإنكم منتصرون بإذن الله تعالى، واعلموا بأن من نصر من عند الله سبحانه وتعالى. هنا في الشام، ونشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه الاستضافة. نؤازر الثورة السورية المباركة في بلاد الشام ونقف إلى جنبها. ثورة فهي ثورة الكرامة وثورة العزة، ثورة الثورة ضد الطاغية بشار المجرم الذي يقتل أبناء شعبه. أما عن وضعنا في العراق فنحن في العراق يعني في العراق لا زال الاحتلال موجود رغم إعلانه أنه انسحب، ولكن لا تزال حكومته التي نصبها من العملاء لا تزال هي يعني من تذيق العراقيين، يعني لا تزال السجون السرية، لا يزال التعذيب موجود في العراق، لا يزال الاضطهاد موجود في العراق. ونحن أيضا يعني الربيع العربي يعني وصلنا، ولكن هناك حكومة قمعية، حكومة يدعمها الاحتلال الذي نصبها، حكومة عميلة لإيران وعميلة للاحتلال،
وبالتالي الشعب العراقي أيضا يعني تنتظر الشعب العراقي ثورة بإذن الله تعالى،